السلام عليكم، يا اهلا يا ابطال. الفتره الاخيره خدنا بالنا، او اليومين اللي فاتوا اخدنا بالنا، ان اسعار الموبايلات زادت. فلو ما خدتش بالك اديني بقول لك يا سيدي عشان ما تروحش تتصدم. اسعار الموبايلات زادت، وزياده جمركيه في مصر تحديدا، زياده كبيره 10%. ال 10% اتطبقت في بعض الشركات او في بعض الموبايلات، وفي الباقي اتطبقت اقل، وفي حاجات برضو اتطبقت اعلى. والتجار دلوقتي بيبيعوا باسعار بقى كده بدماغهم. فعشان تكون انت عارف كل الكلام ده وما يضحكش عليك، لازم اقول لك اسعار الموبايلات ايه، وده هيكون اعلى سعر انت هتجيبه. السعر كان ايه وبقى ايه، والموبايل ده مناسب ان انت تشتريه دلوقتي ولا لا، وهل تشتري دلوقتي ولا تستنى. كلام كتير قوي هيكون مهم في الفيديو ده، هو هنخليه بسيط كده مش طويل لكن مهم. فمطلوب منك يا معلم ان انت تعمل لايك للفيديو، وكمان اشتراك في القناة لو انت لسه مش مشترك حتى الان. فعل الجرس عشان تتابع كل الكلام الجديد اللي جاي. ونبدأ بموبايلات اوبو وريلمي، وهنبدأ كده من الاقل سعرا حتى الاعلى سعرا. وهنبدأ بقى بموبايلات اوبو دلوقتي، واقل موبايل تقريبا في اوبو حاليا هو الاوبو اي 15. الاوبو اي 15 في منه رام 2 ورام 3، والاثنين جايين بمساحة 32. الموبايل كويس، كفاءة سعرية دي حلوة قوي، الديزاين بتاعه شكله كويس، وبيقدم ليك تجربة كويسة إلى حد ما على الفئة السعرية اللي موجود فيها. النسخة اللي هي رام 2 مع مساحة داخلية 32 كانت بسعر 2100، دلوقتي وصل سعرها الرسمي إلى 2390، وده أعلى سعر تشتري بيه النسخة دي، ومش افضل حاجة. وفي النسخة التانية 3 جيجا رام مساحة داخلية 32، والنسخة دي بسعر الرسمي حاليا 2490، ويعتبر النسخة دي ما زادتش كتير كسعر الرسمي، لكن في المحلات كانت موجودة بأقل من كده، وإلى حد ما يعتبر برضو كويسة لو انت عايز موبايل كويس، ديزاين حلو، شبكات مستقرة، صوتيات حلوة، يعني سلس معك لحد ما. لكن كالعادة كده موبايلات اوبو مش دايما بتقدم لك القيمة مقابل سعر، يعني مش بتديك افضل اداء دايما، لكن هي بتديك تجربة مستقرة وكويسة بدون مشاكل المزعجة. لو علينا بقى شوية هتلاقي الجديد الاوبو اي 16. اول ما نزل الاوبو اي 16 كان رام 4 مع مساحة داخلية 64، وكان بسعر 3000 جنيه او 3090 كسعر رسمي. كنا بنقول على الموبايل يعتبر كويس، لان البروسيسور بتاعه لحد ما برضه مش القوي، لكن كتجربة رام وروم وموبايل مستقر من اوبو كان كويس مقارنة بالاوبو اي 54 اللي كان اعلى منه في السعر. نزلت نسخة تانية من اوبو وهي 3 رام مع 32، النسخة دلوقتي كسعر رسمي 3090، وبنصحش بيها نهائي، يعني هتاخد ب 3100 3 مع 32 قليل قوي. النسخة الاربعة مع 64 وصل سعرها دلوقتي الى 3300 تقريبا. طبعا الاسعار دي يعتبر اعلى سعر رسمي، دي اسعار الليستة او الاسعار الرسمية للشركة، وبتبقى في المحلات اقل من كده لان بيبقى فيه شغل حرق ومن غير فاتورة ضريبية. فبشكل عام مش بنصح قوي ان انت تاخد في الفئة السعرية دي رام 3 ولا 32 نهائي، حرام والله خالص. يعني المفروض حتى 4 مع 64 ما بقتش مقبولة، لكن ده الواقع اللي موجود دلوقتي في اوبو. كمان بعد زيادة الاسعار هنعلى شوية نلاقي الاوبو اي 54 من اكتر الموبايلات اللي بتتباع في الفئة السعرية دي، مش عارف ليه. على الورق مش بيقدم كتير، لكن انا هقول لك ليه برضو، انا عارف اكيد. فالموبايل مش بيقدم لك اقوى حاجة، لا اقوى حاجة في الاداء ولا اقوى حاجة في الكاميرات، لكن هو بيقدم لك اقوى حاجة كسوفت وير مستقر، وكفيدباك كويس عن اوبو وعن موبايلاتها، وكمان التجربة اللي مفيش فيها مشاكل مزعجة. انا مش عايز اقوى حاجة، بس اديني حاجة بدون مشاكل. الاوبو اي 54 نسخة 4 مع 64 كانت بسعر 3290، وكان متوقع ان السعر ينزل عن كده، لا مع الزيادة وصل ل 3590، والسعر هنا يعتبر بقى عالي قوي على 4 مع 64. وفي نسخة تانية برضو من الاوبو اي 54 رام 4 مع مساحة داخلية 128، ودي كنت بفضلها شوية عشان بتديك السورج او بتديك مساحة اكبر شوية، وكانت بسعر 3490، وصل سعرها دلوقتي ل 3790، زيادة طبعا 300 جنيه. فلو عايز موبايل لحد ما مش بيديك اقوى حاجة لكن بيديك تجربة كده سلسة وتجربة بدون مشاكل مزعجة، فمازال الاوبو اي 54 كويس، الا بقى لو تقدر تزود شوية وتاخد حاجات افضل اكيد. لو علينا بقى شوية فهتلاقي الابجريد بتاع الاوبو اي 54 الاوبو اي 55 اللي ملحقش اصلا ينزل باسعاره اللي كان نازل بيها عالية، اللي احنا قلنا عليها عالية وعملت فيديو عنه، فاسعاره زادت تاني دلوقتي. في نسخة من الاوبو اي 55 نسخة 4 جيجا رام مساحة داخلية 128، وكانت نازلة بسعر 3790، السعر دلوقتي زاد الى 4090.
مبالغ فيه قوي. اما بقى لو عينينا كمان شويه فهتلاقي الاوبو اي 74، الموبايل ده كان رسميا 4290 وكان في المحلات بينزل تحت ال 4000 بشويه حلوين، وصل دلوقتي سعره رسميا الى 3790، رقم كبير جدا، لكن ممكن في المحلات اللي هي اقل من كده، وهنا الموبايل يعتبر مش بيقدم ليك افضل قيمه خالص يعني. نعلى بقى شويه هتلاقي برضو الموديل الاحدث هو الاوبو اي 94 او الموديل الاعلى من ال 74 وهو ال 94، ايه اللخبطه دي؟ الاوبو اي 94، الاوبو اي 94 كان بسعر 4990 وكان المفروض ان سعره يقل، كان منتظر ان سعر الرسمه يقل وكان محروق في المحلات لحد 4400 4500، وده رام 8 مع مساحه داخليه 128. الموبايل ده حلو وكل حاجه بس ده مش افضل اداء او مش افضل تجربه في الفئه دي خالص يعني. المهم بقى ان السعر وصل دلوقتي لكام؟ الى 5390، يعتبر الزياده اللي عليه مش كبيره لكن هي كبيره على قيمه الموبايل، مش ده خالص اللي اشتريه بالسعر ده، وتحديدا مفيش فروقات كبيره بين ال 94 وبين ال 93 اللي هو قبل منه، نفس البروسيسور تقريبا، نفس كل حاجه، ويمكن الاوبو اي 93 اشيك منه بكتير، وكمان عليه عروض كتير وعليه اوفر كتير، اللي كان سعره الرسمي 4690 وكان المفروض بينزل اقل من كده كان بيتباع ب 4000 جنيه وكانت بتنزل عليه عروض تقسيط من غير فايده وستيل موجود دلوقتي، وصل سعره برضه الى 4990 كسعر رسمي للاوبو اي 93. يعني لو لقيت عليه اوفر كويس كتقسيط مثلا من غير فايده بالسعر ده هيكون كويس، انما هتشتري كاش كده مش كويس. نعلى بقى ونيجي اخيرا لاخر سلسله الاوبو وهي الرينو، الرينو 6 الفور جي، كان كسعر رسمي 5990 وصل سعره رسميا الى 6490، سعر مبالغ فيه قوي، والموبايل في المحلات كان بيباع حتى 5600 جنيه 5700 جنيه تقريبا، ضرب جامد قوي، ف يعتبر مش افضل حاجة خالص او مش افضل اختيار بالسعر الجديد ده الا لو انت جبته اقل من كده. اخيرا بقى الرينو 6 5G، الرينو 6 5G هو سعر اصلا عالي، موبايل شيك وحلو قوي وكل حاجة، بس السعر بتاعه اوفر قوي 8990، سعر كبير، واول ما بينزل التسعير ده دايما بعلق عليه وبقول ان الموبايل كويس لكن تسعيره عالي، ما يستاهلش السعر ده او ما ينفعش ان انا ادفع فيه المبلغ ده كله. سعره دلوقتي اعلى كمان ووصل ل 9690، يا للهول والله يا جماعه، اسعار مبالغ فيها قوي. كنت المفروض ان انا اتكلم بقى دلوقتي تاني عن موبايلات ريلمي، بس عشان ما نطولش الفيديو هنخلي ريلمي في فيديو تاني، وبرضه هتجيلنا الشركات التانية، فقلت كده اصبح عليكم او امس عليكم بالاسعار الجديدة، اكيد الواحد مستاهل زيادات كتير او عمالة تزيد، لكن ده الحال. فنصيحتي ليك لو انت موبايل اللي معاك بيكفيك بلاش كل شويه تغير عشان هتخسر، اما لو انت مضطر اللي انت تشتري فقدامك يا معلم الاختيارات، ولو محتاج اي حاجه اسالني في الكومنتات. قادر ان انت تستنى فاستنى الموديلات الجديده، لو حابب في موبايلات كتير قوي جايه الفتره الجايه واوريدي الزياده نزلت، فاللي نزل جديد هينزل عليه واللي انت هتشتريه دلوقتي اوريدي هو نزل عليه، الا بعض الموبايلات ممكن نبقى نعمل لها فيديو تاني هتلاقيها ما زادتش كتير، ممكن ابقى اجمعها لكم كده فيديو تاني ده. لكن الفيديو ده كان بخصوص كده موبايلات اوبو بعد الزياده الرسميه، فعرفوا بعض بقى وشيروا كده عشان الكل يبقى عارف وما يروحش حد في المحل او حد يستغله كتاجر او ايا كان، دي الاسعار الرسميه اللي ما ينفعش تزيد عنها في المحلات، طالما ما فيش فاتوره ضريبيه المفروض السعر بيقل كتير عن اللي انا بقوله ده. فبس كده ابطال، ما تنسوش بقى كالعاده اعمل لايك للفيديو، اعمل اشتراك، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم دايما على خير في رعايه الله.